تشارك المخرجة السعودية ريم البيات في مهرجان دبي السينمائي لهذا العام بفيلم أيقظني ضمن مسابقة المهر الخليجي للأفلام القصيرة. الفيلم من بطولة الفنان إبراهيم الحساوي وتمثيل سمر البيات شقيقة المخرجة في أول تجربة سينمائية تجمع شقيقتين سعوديتين إخراجا وتمثيلا. الفيلم يحكي قصة سلام، هذه المرأة التي تمر في أزمة منتصف العمر وتحاول استعادة هوايتها الفنية في ظل إحساسها برفض اجتماعي متربص بها وشعور داخلي بالذنب. معنا في استوديو الرابع المخرجة السعودية ريم البيات والممثلة السعودية أيضا سمر البيات، حياكم الله معنا في نشرة الرابعة. الفيلم ريم صنع يعني اختلاف في الرؤى بين من يرى فيلم جريء، فيلم خلق يعني أو خرج من طريقة السرد الاعتيادية للأفلام والكلاسيكية إلى 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 صنع أسئلة في ذهن المتلقي بعد خروجه، بين من يحب وبين من يكره هذا الفيلم أو من كرهه. يمكن قرأتي اليوم الورقة اللي كتبها رجاء المطيري في جريدة الرياض حول تجربة الفيلم اللي وصفها بالسيئة الهزيلة المفككة، كيف تعلق أولا على أول شيء ما قرأت مين اللي قال؟ رجل مطيري كان كاتب اليوم عن الفيلم؟ عن الفيلم كان كاتب أنه تجربة مفككة مهلهلة ما فيها ترابط ما فيها سياق ما في معنى أيضا هذا الكلام. يعني هو يتكلم من منطلق الشيء الغير اعتيادي. عارف أنت لما تجيب موجة مختلفة، يعني أني ما قاعدة أسوي نفس اللي الكل يسويه الشيء الاعتيادي. فدائما الأشياء الجديدة لما المتلقي ما يفهمها أو ما توصلها يقدر أنه يطلق عليها أحكام. بس أنا ما أشوف أن التجربة بهذه الطريقة أبدا، بس أنها فعلا مختلفة، هي مش من السياق الاعتيادي يعني. ليش كانت التجربة مختلفة بالنسبة لك؟ أنت قدمتي هذا الفيلم الثالث تقريبا دراميا. نعم هذا الفيلم الثالث ثم أيقظني. صحيح صحيح. أنا ما عندي موهبة واحدة، أنا مصورة فوتوغرافية، أنا أرسم، أنا أعمل كولاج، أنا أسوي ملابس، عندي مواهب متعددة. فأحب الشعر، أحب الفن، أحب الإضاءة، أحب كل هذه الأشياء. فما أنظر إلى الأشياء بشكل تقليدي، وإنما أنظر لها بشكل برؤيتي أنا الخاصة كفنانة يعني. لذلك طلع معي فيلم أيقظني بهذا الاختلاف تماما يعني. جيد. عن تجاربي. راضي عن التجربة جدا. سمر أول تجربة تمثيل. أول تجربة. كيف وجدت العمل مع ريم؟ عاد أختك أكيد تمدحي. ما كنت أتعامل مع ريم على أن هي أختي. كنت أتعامل مع المخرج ريم البيات. جيد. يس. بس أنه يقولوا أنه فيه هواش صار بينكم يعني. مرة واحدة. في لقطة كانت لي 30 ثانية لستوا تقريبا تصوروا فيها 24 ساعة لا أو أقل. لا هو إحنا كنا نشتغل في اليوم أكثر من 19 ساعة، فبالتالي وصلنا إلى مرحلة التعب. وكانت المشكلة إن ريم كانت تشتغل تكنيكال وأنا ما أفهم في التكنيكال، فصار في سوء تفاهم بيني وبينها، فضولنا الطابق وخلونا ناخذ راحتنا. ما احتجنا إلى أكثر من 10 minutes علشان نرجع إلى طبيعتنا. بس تعبتك ريم في العمل؟ لا. كيف تجربتك في العمل مع إبراهيم الحساوي؟ رائعة جدا، يعني أشكره من أعماق روحي على هذه الثقة أنه أعطاني اسمه هذا الكبير الضخم. كان مارسيل خليفة هو حيعمل الموسيقى. مو حيعمل، مارسيل هو القراءة الشعرية. اللي أعرف أنه كان حيعمل الموسيقى، كان حيعمل الموسيقى. في آخر لحظة صحيح. وقفت الموضوع. صحيح. وطلبت أنه بس يكون فيه قراءة. نعم. ليش؟ كنت أحتاج إلى زمن أكثر أن نلتقي أكثر أنا ويا مارسيل على أساس يعني كنت أحتاج إلى زمن، وزمن هذا ما كان موجود. فقط لأجل الوقت، ولكن لو كان لدي الوقت كان بالتأكيد يعني. الموسيقى اللي اخترتيها زي ما سمعوها البعض أو شافوها هي موسيقى فيها شيء من الغضب، ربما عكس موسيقى لمارسيل خليفة اللي يكون فيها نبرة حزن دائما في أعماله. هل كان هذا أيضا سبب حكم المحتوى للفيلم؟ لا ما أقدر أسمي أن الموسيقى اللي موجودة فيها غضب أبدا. وإنما تقدر تقول يعني في الحلم الموسيقى فيها عرفت الطبل like African music. فهي اللي كانت بالنسبة لي يعني
المناسبة إلى 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 الحلم يعني. وبالنسبة إلى باقي الموسيقى فهي كانت يعني خليط جميل ناعم وثيمة ماسكة ثيمة واحدة يعني. جيد. على الـ على الـ إيش أعطتك تجربة التمثيل سمر لأول مرة؟ أولا تجربة التمثيل تجربة صعبة جدا يعني، ما كانت سهلة لأي سبب من الأسباب. اتعلمت من خلالها اشياء كثيره يعني، كفايه الوقفه قدام الكاميرا، التعامل مع الكاست، كل حاجه. تجربه جديده من الالف الى الياء. بس ما تحس انه ريم جاملتك يعني اختارتك؟ ما اعتقد ان ريم جاملتني. رايك ريم؟ نو انا ما جامل في الفيلم. سمر موهوبه وعندها يعني عندها الشجاعه انها تقوم بهذه التجربه. ومره كنا منسجمين تماما يعني، فأحس إنه يعني تجربة رائعة جدا، وإن شاء الله يعني أكيد بتتكرر. في تحفيز لعمل قادم راح يجمعكم إن شاء الله؟ أنا الآن قاعدة أكتب فيلم طويل. في إيش؟ فيلم طويل. فيلم طويل. إيه. إيش حيحكي عنه الفيلم هذا؟ بعد. مهتمة بالمرأة يعني؟ إيه هو مرة عن إيه هذا لسه بعد أكثر. أكثر أنثوي من التجارب. وين كان تصوير الفيلم سمر؟ ما بين البحرين وما بين السعودية. يس. الطاقم كان انت عملتي مع طاقم اجنبي في بدايه عملك، ربما كان في فيلم ظلال. نعم. نفذته في بريطانيا. والعمل هذا بين السعوديه وبين البحرين. أيوة. ايضا الطاقم خليجي اعتقد. طاقم سعودي تماما. سعودي تماما. كيف العمل مع الطاقم السعودي بالفرق بينه وبين العمل كذلك مع طاقم اجنبي؟ يمكن في احترافيه اكثر في الطاقم الاجنبي ريم ولا؟ والله شوف انا يعني انا شخص عاطفي، فلما أروح مع الأجانب ما أحد يفهم عاطفتي. لما فهمت قصدي إيش أقصد؟ إنه يعني العاطفة الأجانب ما هي موجودة عندهم، اللغة باردين يعني، واللغة مختلفة، تعبير مختلف. بالنسبة إلى تجربة الطاقم السعودي كانت تجربة جميلة جميلة، اكتشفت مواهب رائعة، ويعني تعرفت على مجموعة من الشباب يعني أشكرهم كلهم وأوجه لهم كلهم تحية. لولا كل أحد اشتغل في هذا الفيلم بكل قلب يعني ما كان يعني. احنا كمان نوجه لكم تحية ونشكركم على تواجدكم معنا، نبارك لكم بهذه المشاركة في مهرجان دبي. تسلم. البيات جزيلا. السعودية. شكرا لك. وسمر البيات أيضا ممثلة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك يا رب.